بس هو انت بعد ما غدرت بيه انت عايز تحبسه وتكلمه تاني؟ يا عم مالكش فيه، هو صاحبي وهيرد عليا. تسمعوا على موقع مهرجانات قال ايه راجعين بدموعهم لسه مزقوش من تمثيلهم زي ما يكونوا لسه ما ملوش جايين يرسموا شهامتهم عاوزين نرجع تانا وفيلهم ومفيش دم ما بيحسوش ومفيش دم ما بيحسوش. عازف قال يوسف أوشا. طب والنبي حد يفهمهم ان انا قلبي شايل منهم قلبي عمر انا ما يصفلهم مهما قلعوا لبسوشوش دول عاوزين يجيبوا لي تأبيده وانا كنت حابب لهم الخير كل يومين بمصيبه جديده مفيش واحد عنده ضمير حتى اللي انا بقى شلته في بيته بعاني في فرحي وقام بطريقته كانت غلطتي ان انا صدقته لما قال لي انا اخي كبير كل زمايلي باعوني وخانوا مفيش ولا صاحب بيدوم كل واحد واقف في مكانه سابني في بحر عذابي بعوم كله ناوي انه يكسرني حتى اخويا عاوز يخسرني قدرتي محدش قدرني وسابوني وانا مهموم قال ايه راجعين بدمعهم لسه مزقوش من تمثيلهم دول فاكرين ان انا اوفلهم زي ما يكونوا لسه ما ملوش جايين يرسموا شامتهم عايزين نرجع تانا وفيلهم لا والله انا مش هامنهم ده مفيش دم ما بيحسوش ضربة بضربة اكيد مردودة انتوا دخلتوا في حارة مسدودة ايامكم في الدنيا معدودة ما حطيتكم جوا نشان اللي عاوز يفارقني فارق يلا قصادكم الباب مفتوح اجدع ما فيكم معايا مش فارق مش هكون بعدكم مجروح انتوا خسارة ومش لازمني وانا عارف ربنا هيعني لو جرحي منكوا تعبني مسيروا بكرة يطيب ويروح فاكر ليكم عمري ما انسى اللي عملته فيا زمان زي ما قسيتوا عليا انا هقسى مش هدي لحد امان والنبي حد يفهمهم ان انا قلبي شايل منهم قلبي عمر انا ما يصفلهم مهما قلعوا لبسوا شوم احمد موزه غنى وبدع يوسف اوشا اورجي ووزع مصطفى حدوتة كلماته كتبها الرجوله بركه المظبوط على موقع مهرجانات انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com